تغيير اللاعب ضامي، يطالب بالتغيير اللاعب ضامي. إذن يبدو أنه لن يستطيع إكمال هذه المباراه، بينما هنا خطأ للاستغلال، كرة تلعب عالية لكن الكرة ما زالت تسعود الهاجر يخرج مرمى، والكرة تصل من جديد عند لاعب نادي الاستغلال، تسديد هنا نشاهد اللاعب صاحب الهدف اللاعب محمد غازي الذي استغل هذه الكرة من حارس المرمى، والخروج الخاطئ من حارس المرمى بعد ذلك أتت التسديدة، أتى الهدف الثاني لمصلحة الاستقلال، الاستقلال هدفان. الريال ناشئ في هذا اللقاء أحب الكرام دانيال كوم الآن يفكر السيد مانولو غريب السيد مانولو خيمينيز ولا حب الكرام حقيقة غريب، واختيارات المدعية الموسم القادم سوف يكون الدور ربع النهائي، لكن الدور ثم النهائي ودور ال 16 في الشهر القادم أيها الأحبة الكرام. كرة تصل لمصلحة الاستقلال، بوبكر كيبي يسدد ويسجل هدف ثالث للاستقلال، اعتراف من جانب لاعب نادي الريان، شاهدون الكرة وبعدها التسديد والهدف الثالث في هذه اللحظات لمصلحة نادي الاستقلال. مشاكل لنادي الريان يريد أن يعود إلى هذه البطولة من بوابة الفوز واللقب في بطولة كأس الأمير في الموسم الحالي ليلعب في الموسم القادم في هذه البطولة. انطلاقة لا ريانية ومحاولة هنا التمرير، فرصة داخل منطقة الجزاء، تسديد الجول الأول لنادي الريان والتسديد الممتاز ياكوبو إيجيني. هنا الفرق أوجد الفرق بين ياكوبو إيجيني وبين فهد خلفان الذي دائما ما يكون في دكة البدلاء من خلال